صفحة جديدة بين موسكو والقارة السمراء، هكذا وصف القمة الروسية الإفريقية التي عقدت بمدينة سوتشي برئاسة مشتركة للرئيس السيسي ونظيره الروسي. فعالية رئيسية تضمنت اتفاقية تجارية بمليارات الدولارات بين روسيا والدول الإفريقية، حيث وقعت روسيا والدول الإفريقية اتفاقية تقدر قيمتها بنحو 12.5 مليار دولار، واتفاق على زيادة التبادل التجاري بين روسيا وإفريقيا، داعية إلى ضرورة عقد القمة مرة كل 3 أعوام. أعمال القمة الروسية الإفريقية وهي الأولى في تاريخ العلاقات بين روسيا والقارة السمراء، وسط حضور واسع لزعماء وممثلين من 54 بلداً إفريقياً، بينهم أكثر من 40 رئيساً، فضلاً عن مشاركة المنظمة الإقليمية الإفريقية في أعمال القمة. موسكو قامت بشطب ديون بقيمة 20 مليار دولار كانت مستحقة على الدول الإفريقية لصالح روسيا، في خطوة تهدف لتخفيف أعباء الديون على كاهل هذه الدول، بتوقعات بأن يصل حجم الاقتصاد الإفريقي إلى 9 تريليونات دولار بحلول 2050. مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في إطار اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة بين البلدين، وإنشاء منطقة صناعية روسية في مصر تكون أكبر مركز إقليمي لإنتاج وتصدير البضائع الروسية إلى سوق الشرق الأوسط وإفريقيا. عدة اتفاقيات ثنائية بين مصر وروسيا، منها استمرار مشروع المنطقة الصناعية الروسية في منطقة السويس، وتخصيص 190 مليون دولار للبنية الأساسية لمحطة الضبع النووية من الجانب الروسي، وتم الاتفاق على زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، وخاصة زيادة الصادرات المصرية لروسيا، بالإضافة إلى دعم التعاون في مجال الدفاع والنقل، وتوقيع بروتوكول نوايا مع شركة سكك حديد روسيا بشأن اتفاقيات التعاون في مجال البنية الأساسية. تدشين منصة للحوار المباشر بين القطاعين العام والخاص الروسي والإفريقي، بحث استئناف الرحلات الروسية لمصر، وتدشين مشروع محطة الضبعة النووية، تدشين تحالف قوي بين روسيا وإفريقيا برئاسة مصرية. كانت تلك مكاسب 72 ساعة للقمة التاريخية الأولى. رحب بحضراتكم معانا مرة تانية. زي ما قلت من شوية وزي ما كنا بنتابع في التقرير، هنتكلم النهاردة عن العلاقات المصرية الروسية، وهنتكلم عن الاستثمار في القارة الإفريقية على ضوء طبعا القمة الأخيرة اللي حصلت في سوتشي الروسية والتوصيات اللي خرجت عنها. لما نتكلم على علاقة مصرية روسية بدون مبالغة، احنا شايفين تقارب بشكل كبير متمثل في عدد كبير من الزيارات واللقاءات اللي تمت ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس بوتين. يمكن ده اللقاء رقم 12، وبنتكلم على المستوى الاقتصادي، عدد من المشاريع الكبيرة، المنطقة الصناعية الروسية أكبر استثمار لروسيا خارج حدودها هيكون هنا في مصر، بنتكلم على الضبعة، محطة الضبعة النووية، بنتكلم كمان على تعاون في مجال السكة الحديد وغيره وغيره من المشاريع اللي بتعكس ان في تفاهم وتقارب بشكل كبير. ويمكن ده مبدأ اشتغلت عليه الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، انها تنوع في علاقتها وتحالفاتها شرقا وغربا، يبقى في تعاون وصداقة مع كتير من الدول، نظرا لأن دلوقتي المشهد في العالم كله اختلف وتوازنات القوة. طبعا احنا شايفين اللي بيحصل في المنطقة العربية والحروب التجارية والاقتصادية، ومبقاش في القطب الأوحد يعني المتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية. على كل الأحوال، عن طبيعة العلاقات المصرية الروسية وأفق الاستثمار في إفريقيا، وأن مصر تكون هي بوابة الاستثمار في هذه القارة، هيكون نقاشنا مع ضيوفنا اللي مشرفينا النهارده في الحياة اليوم. برحب بدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلاقات الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. أهلا وسهلا بك دكتور أشرف، مشرفنا يا فندم. وأستاذ محمد نجم، المحلل الاقتصادي، أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور أشرف. بداية، لو حبينا يعني ندي فكرة سريعة كده، العلاقات المصرية الروسية وإزاي تطورت خلال السنين اللي فاتت. بس اسمح لي قبل ما أسمع إجابة حضرتك، لأنه بينضم لنا كمان على الهوى معالي السفير دكتور عزت سعد، سفير مصر الأسبق في روسيا ومساعد وزير الخارجية سابقا. برحب بحضرتك معنا معالي السفير، أهلا وسهلا.
اهلا بيكي. اهلا يا استاذه لو. اهلا وسهلا بحضرتك. استاذن ضيوفنا في الاستوديو، ابتدي مع حضرتك يا معالي السفير. العلاقات المصريه الروسيه، اللقاء اللي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الروسي، شايف ازاي طبيعه هذه العلاقات في الفتره الاخيره معالي السفير؟ هو طبعا يعني توقيت عقد القمه الروسية الإفريقية في الوقت اللي مصر بتتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي هي مسألة لا تخلو من معنى الحقيقة، لأنه بالأرقام مصر هي الشريك الاقتصادي والتجاري الأكبر لروسيا على مستوى القارة الإفريقية وعلى والشرق الأوسط بصفة عامة يعني، ولذلك كان طبيعيا أن يعني تختار روسيا توقيت القمة في الوقت الذي تترأس فيه مصر الاتحاد الإفريقي. ولو نسترجع شوية في فبراير الماضي أجندة مصر وأولوياتها لرئاسة الاتحاد الإفريقي هنجدها منعكسة بشكل واضح جدا في أجندة القمة، وأيضا كما نعلم جميعا الأجندة أعدت على مدى الأشهر الماضية وربما يمكن أكثر من عام فيما بين الرئاسة المصرية والجانب الروسي وبمشاركة بعض الجهات الفنية المعنية في سكرتارية الاتحاد الإفريقي. نعم. فهو عقد القمة في توقيت رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي بتؤكد على حقيقة أنه مصر هي بوابة روسيا لإفريقيا، وحضرتك ألمحت للمنطقة الصناعية. نعم. وهو زي ما حضرتك قلت بالضبط، هذه هي أول منطقة صناعية خارج حدود الدولة الروسية، حتى في الفضاء السوفيتي السابق لا توجد مثل هذه المنطقة، فقط في مصر. ودائماً ما بنذكر الجانب الروسي بأنه الاهتمام بهذه المنطقة وزيادة تكثيف الاستثمارات الروسية فيها سوف يكون له مردوده الكبير على تطوير علاقات روسيا بإفريقيا، لأنه يجب أن ندرك أنه روسيا تأخرت كثيرا في الدخول لإفريقيا لأنها انسحبت منها في بدايات التسعينات، ولكن في خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة ووقعت تقريبا اتفاقيات تعاون مختلفة مع أكثر من 22 دولة إفريقية، وهي تعلم تماما أنه مصر في نهاية المطاف هي دولة إفريقية بامتياز، وأنه التعاون والتنسيق معها سيكون له مردود كبير على يعني المصالح المشتركة فيما بين القارة وروسيا وفيما بين مصر وروسيا أيضا. طيب، عند ذكر المصالح المشتركة معالي السفير، وحضرتك ألمحت من شوية أنه الرؤية الإفريقية اللي بتحملها مصر بحكم رئاستها الاتحاد الإفريقي يعني تحققت، أو أن مصر دايما بتطالب بيها في أي مؤتمر أو محفل دولي معني بالشأن الإفريقي، لأي مدى أنه لا تفرض علينا مشاريع بعينها أو أولويات بعينها؟ القارة الإفريقية محتاجة إيه؟ مصر وفرصتها الحقيقية باعتبارها زي ما قلنا أولا يعني التقارير بتقول إنها أعلى الدول في القارة الإفريقية جذبا للاستثمار، مصر بوابة الاستثمار الروسي في القارة الإفريقية، إيه هي الفرص والأولويات اللي نشتغل عليها في ضوء التوصيات اللي خرجت من المؤتمر يا فندم؟ هو حياتك احنا طبعا في شقين مهمين جدا فيما يتعلق بالقمة. الشق الاول خاص بما خرج به المنتدى الاقتصادي اللي عقد يوم 23. هنجد ان في توافق عام على فرص كبيرة واعدة للتعاون المشترك فيما بين روسيا ودول القارة في خمس مجالات محددة. هي التعاون في مجال البنية الصناعية. أيوة. البنية التحتية الصناعية. التعاون في مجال الطاقة، في مجال الأمن الغذائي، في مجال النقل واللوجستيات، وطبعا الطاقة بتشمل الطاقة الهيدروليكية والطاقة النووية وأيضا الطاقة الجديدة والمتجددة،
والبند الأخير التعاون في مجال الصحة والصناعات الدوائية. وأشير إلى هذا تحديدا. وطبعا أنا ذكرت أن يمكن سوف يكون على روسيا دور كبير مهم في المرحلة القادمة لوضع ما تم الاتفاق عليه موضع التنفيذ، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أنها لا تملك سوى 4 مكاتب تجارية فقط في القارة، هي المكتب التجاري في القاهرة وفي المغرب والجزائر وجنوب إفريقيا، هم دول 4 مكاتب لروسيا في القارة. لكن من ناحية أخرى وارتباطا بدور مصر والعلاقة بينها وبين روسيا، حضرتك يمكن أشرت في المقدمة إنه روسيا بتقدم خيار جديد لمصر وللدول الإفريقية، لأنه هناك شراكات كثيرة مع إفريقيا، ولكن روسيا يعني الشراكة معها لها ميزة يمكن يعني تتميز بها عن الشراكات الأخرى يمكن عدا الصين، وهي أن توجهات استراتيجية السياسة الخارجية الروسية بتقوم على مجموعة من المبادئ التي تتطابق مع مبادئ السياسة الخارجية لمصر وشقيقاتها الإفريقيات. بمعنى إيه فهم؟ هذه المبادئ انعكست بشكل بمعنى عدم التدخل في الشأن الداخلي. ما فيش تعاون بدون بمشروطيات سياسية. احترام سيادة الدول ومنظومات القيم الخاصة بها. مسألة تسوية سلمية للمنازعات الدولية في إطار المنظمات الدولية سواء كانت إقليمية أو عالمية. التسويات اللي خارج النظام الأمم المتحدة أو خارج المشروعية الدولية ده غير مقبول. الاعتراف بأننا نعيش في عالم متعدد الأقطاب. تمام. اللي هي المبادئ اللي بنقول عليها مبادئ الحوكمة العالمية. لو قريت حضرتك البيان الختام اللي صدر عن القمة مساء 24 الجاري هتجد ان كل هذه المبادئ مكتوبة وبشكل واضح ودقيق، وزي ما بقول هي بتعكس الحقيقة جهد مشترك مصري روسي. يعني طيب هذا لا نجده مثلا في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بيبقى وفقا لأولوياتهم وأجندتهم الخاصة. يا فندم بالضبط. طيب هرجع حضرتك في منطقة صحيح. العلاقة السياسية على المستوى السياسي كمان. طيب أرجع لدكتور أشرف. دكتور أشرف، يعني معالي السفير كان بيتكلم دلوقتي على يعني اختلاف التعاون مع روسيا وقارن ما بين الصين، وبرضو نتكلم على اليابان وألمانيا، كل الدول العالم دلوقتي مهتمة وعينها على القارة السمراء. أنت شايف إزاي الملف الروسي أو الروسي روسيا وجودها في المنطقة سياسيا واقتصاديا دلوقتي؟ روسيا هي بتتحرك في الفجوة اللي بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية خفضت استثماراتها واهتمامها المباشر في أفريقيا في مقابل ان الصين بدات تزيد من الاستثمارات. يعني بمعنى ان انا لما اقول ان الصين النهارده بتضخ استثمارات مباشره ب 140 مليار دولار بشكل مباشر، ده رقم كبير جدا، في مقابل ان الولايات المتحده الامريكيه نزلت لارقام تتعلق ب 300 مليون. ده دروب كبير حصل، ده بدي طبعا للصين وجود اكبر. الفجوه اللي بين الصين والولايات المتحده الامريكيه هنا روسيا لقيت فيها الفرصة. في مميزات حصلت مع إدارة ترامب مع بوتين، يعني لازم نبص لها في إطار العلاقة الخاصة اللي بتجمع بين روسيا وبين الولايات المتحدة. يعني روسيا هي ليست من الكبر الذي يساوي أمريكا أو الصين، ولكن هي بدأ يبقى عندها فرصة إنها تبدأ تتواجد في أفريقيا الآن، وده طبعا نتيجة إذا بيقولوا كده السماح الذي حصل في الفجوة اللي حصلت بين الطرفين. الروس عندهم وجهة نظر أنا بفتكر إنها ممكن تغيرت شوية، وده أنا برجع برضو إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي
في رؤيته لعرض القضايا المصرية والأفريقية بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي. بمعنى إيه؟ إن إحنا عايزين نبني لأفريقيا مجالات في الاستثمار أكثر من إن إحنا نبيع سلاح. دي المعركة الحقيقية. إحنا مش عايزين الدول الكبرى بتستغل الصراعات الداخلية الموجودة داخل دول أفريقيا الخمسة وخمسين دولة، بإن إحنا عايزين نعطي مزيد من الاستثمارات وإن إحنا نبني القارة الأفريقية. إحنا عارفين إن في موارد موجودة في القارة الأفريقية. في صراع عالمي الآن على القارة الأفريقية. أمريكا، الصين، الاتحاد الأوروبي، روسيا، بتخش كمان اليابان، كل الدول الكبيرة الصناعية اللي عايزة تاخد من أفريقيا. وبعدين يعني في جملة دايما تاخد من أفريقيا، تاخد احنا بقى عايزينها مش يعني أفريقيا على فكرة احنا بنسمع في أمريكا مثلا أو في بلاد يقول لك طب احنا عايزين نعمل دعم لأفريقيا. أنا في تصوري اللي أنا شايفه إن أفريقيا تدعم العالم، تعطي للدول الغربية كثير من الموارد. ده التحدي الحقيقي اللي بيحاول يترجمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاءاته الدولية، بأن هو بيقول إن احنا ممكن نبني معا، يعني نطور معا لبناء قارة أفريقية منتجة ومتطورة. ليه؟ لأن احنا لو ما عالجناش مشاكل أفريقيا هيحصل في مشاكل تكبر في إرهاب، هجرات غير مشروعة، تغير ديموغرافي أو سكاني في مناطق كثيرة من العالم. ده الاستقرار اللي بتفكر فيه مصر بعيدا عن الأنانية أو الأفكار البيكافلية. ده الفكر المتطور اللي بقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الأمر. الكيمياء اللي موجودة بين روسيا وبين مصر لتاريخ سابق في مشروعات تنموية واستراتيجية كبيرة على رأسها طبعا السد العالي، بتدينا فرصة ان احنا نفكر في الضبعة دلوقتي عشان نطور الطاقة النووية. ليه؟ لان انا النهاردة لما انا بقدر اوفر مصادر للطاقة البديلة بتقدر تكبرني اقتصاديا، اقدر اقدم مشروعات لأفريقيا نتعاون مع بعض. يعني احنا يعني مثلا الشركاء التجاريين اللي مع روسيا، مصر تأتي رقم واحد، الجزائر رقم اثنين، المغرب رقم ثلاثة، السنغال رقم اربعة، جنوب افريقيا رقم خمسة. فاحنا رقم واحد في الشركاء التجاريين مع روسيا من افريقيا وبارقام محدده، احنا الاكبر. ففي رؤيه روسيه ذكيه خالص للغايه. هم نظروا لاستثمارات مصر ستينيات عبد الناصر اللي بيترجمها الرئيس عبد الفتاح السيسي الان بعمليه اكثر للوصول الى القاره الافريقيه. نحن لنا قبول الان مع شعوب القارة الأفريقية، بدينا نرجع تاني الحب اللي هو يقول مصر مش متعالية علينا، مصر جزء من أفريقيا، مصر مهتمة بمشاكل أفريقيا. هو ده اللي احنا بنشوفه في توجهات السياسة الخارجية المصرية زي ما حضرتك أشرتي. في إدارة قوية منضبطة محترمة بياخدها رئيس الدولة باعتبار أنه مسؤول الأول والأخير عن إدارة السياسة الخارجية المصرية، وبيكلف وزير الخارجية أن يقدم المشروعات المصرية في السياسة الخارجية، وإذا نجحنا في السياسة بنقدر ننجح في الاقتصاد. طبعا هنا أنقل على منطقة الاقتصاد، وإذا كنا بقول في تقارب على المستوى السياسي ده بينعكس على الملف الاقتصادي، وانتوا قلتوا دول وجهين لعملة واحدة. طبعا أنا دلوقتي على المستوى الاقتصادي مع روسيا، احنا قلنا أن احنا أهم شريك تجاري لروسيا وبنستورد منها، دايما بيجي في بالنا على طول القمح للأسف يعني بس أنا إزاي برضو التبادل التجاري أو الميزان ده، المعادلة دي، إنه يعني يكون النفع على الطرفين، هل إحنا وصلنا للمنطقة دي ولا محتاجين إيه عشان نوصل لها؟ يعني أنا هاخد من كلام دكتور أشرف مدخل مهم جدا. دكتور أشرف قاله كمدخل حتى اقتصادي، إنه إحنا دكتور كان بيتكلم عن الفجوة اللي ما بين أمريكا والصين وإن روسيا دخلت في المنطقة دي. في هنا مجموعة أرقام مهمة قوي كتدليل كمان على صحة هذه النظرية، إنه لو جينا نبص حتى على ترتيب الجي دي بي من حيث حجم الاقتصادات العالمية، هنلاقي مثلا الاقتصاد الأمريكي تقريبا بيقارب ال 20 تريليون دولار. يجي بعدين الاقتصاد الصيني 13 تريليون دولار. يجي متاخر قوي في المركز ال11 الاقتصاد الروسي 1.3 تريليون دولار. أوكي. يعني الاقتصاد الصيني لوحده 10 اضعاف الاقتصاد الروسي، والاقتصاد الامريكي حوالي 15 ضعف الاقتصاد الروسي. فاحنا لو فعلا هو حجم الاقتصاد الروسي ما هواش بنفس القدرات والامكانيات الاقتصاديه الامريكيه والصينيه، فايه الحل؟ ان احنا ندخل في مناطق معينه، ندخل في مناطق دقيقه وصغيره جدا في تخصصات معينه نقدر نتفوق فيها ونستغل امكانياتنا ومزايانا التنافسيه كروسيا،
كالأمة الروسية وما هي مشهورة به في بعض القطاعات، وأنها تدخل في المناطق دي ما ينفعش تدخل في كل حاجة. لما تبقى الصين واليابان والاتحاد الأوروبي والنهاردة روسيا وكل داخل في إفريقيا، هيبقى ده في مزايا وتنافس ولا ده ممكن يبقى فيه يعني تضارب؟ يعني لما احنا نيجي الاقتصاد تتحسب ازاي؟ ما هي دي بقى، هو ان احنا طالما الامكانيات الاقتصادية لدولة ما ليست كلية القدرة، ليست خارقة القدرة زي الاقتصاد الامريكي او الاقتصاد اللي يجي بعد رقم 2 الصين. فلما نيجي نتكلم عن اقتصاد ليس كل القدرة زي الروسي، فبيدخل في مناطق معينة هو متفوق فيها ويضمن ان هو متفوق فيها بشكل شبه محتكر للقطاع ده. على سبيل المثال زي ما حضرتك قلتي كده، حتى حضرتك بشكل غير متخصص قلت القمح. ليه؟ لان روسيا مشهورة بالمجال ده، هي متفوقة في المجال ده بالظبط كده. بس في مجالات تانية زي السلاح ده برضه متفوقه في روسيا، وده هنتكلم فيها ان هم محتاجين ان هم عايزين. طب انا عايز اقول لك على حاجه للمواطن العادي، يقول لك ايه هي مدام افريقيا كده غنيه وثروات وكنوز ما شاء الله والعالم كله عينيه عليها بالبلدي، طب ما احنا نقعد نتامر يعني انه شايفين كل دول العالم عايزه تستثمر في افريقيا، نشوف احنا اولوياتنا اجندتنا ايه، احنا اللي احنا محتاجينه واحنا اللي نملي الشروط، يعني زي بقول كده العرسان كتير، فنقعد احنا ونشوف احنا محتاجين ايه. هي مش بالظبط كده، حتى في علم اداره المفاوضات او اداره الازمات يعني الامور بتبقى صعبه جدا، ويعني استاذ الدكتور اشرف يقدر يوضح ده اكتر مني بكتير، الموضوع بيبقى اصعب واعقد من كده كمان. بس اللي انا عايز اتكلم فيه ان هو في قطاعات معينه روسيا متفوقه فيها وبتدخل فيها، السلاح، الحبوب، الطاقه، يجي بعدها طبعا علوم الفضاء والالات والماكينات. انا قصدي ان انا اخد من كل جانب من كل دوله مزاياها، مناطق القوه عندها واستفيد منها في الاستثمار عندي. المشكله الرئيسيه هي في ايه في افريقيا؟ انه على سبيل المثال دوله زي مثلا بوروندي، مثلا دوله زي بوروندي مثلا عندها معدن مهم جدا اسمه معدن البوكسايت، مثلا مناجم البوكسايت، وعندها بتقدر انها تكسر معدن البوكسايت. الصين بتدخل انها تشتري الطن البوكسايت ده مثلا خام، تشتري مثلا ب $1,000. البوكسايت ده بيدخل ليه، هو معدن مهم وليه انا ضربته بالمثال؟ لانه بيدخل في صناعه حاجه احنا بنستخدمها كل يوم بشكل مذهل جدا ومهم جدا، التليفون الموبايل. البوكسايت بيدخل في صناعه ده. الصين تيجي تشتري المادة الخام مثلا الطن بحوالي $1,000-$1,500 وترجعه لي تاني في شكل موبايل، انا بشتريه ب $150 $100 $50 ايا كان الرقم، لكن الفوارق شاسعة جدا بين المادة الخام وبين. هي دي مناطق اللي هي حتى الصينيين حتى بدأوا ان هم ينتبهوا اليها، ان احنا محتاجين مش ناخد مادة خام، ان احنا محتاجين ان احنا نعمل منصات داخل الدول الافريقية. منصات، وده حصل في المنطقة الصناعية في قناة السويس. المنطقة الصناعية الروسية بدأت انها تعمل كده، ان هي يبقى في منصات داخلية، منصات انتاجية، مش باخد المادة الخام من مصر بوديها الصين وبرجعها مصر تاني كمنتج نهائي الصنع او سلعة تامة الصنع. لا، احنا بنعمل منتجات داخل مصر نفسها. ومصر النهارده زي ما اتكلم سياده السفير، النهارده لاول مره بيبقى في منطقه صناعيه روسيه خارج روسيا. حتى ما عملوهاش في حزام الاتحاد السوفيتي السابق، ما عملوهاش في اوروبا الشرقيه، ما عملوهاش في اوزبكستان او اي دوله مجاوره ليهم، لا عملوها في مصر. ليه مصر؟ طبعا يعني هي منطقه بالمليارات الدولارات دي، مش بيبهزقوا فلوس يعني بالبلدي، لا طبعا. احنا عندنا ليه اختاروا المنطقه دي وليه اختاروا مصر كانت عشان تكون البدايه؟ بسبب قناه السويس. قناة السويس دي مورد مذهل جدا ويعني لا يقدر بثمن، اهم من اي مورد احنا بنملكه، هو يعتبر اهم من الاهرامات حتى لو احنا بنتكلم في اهميتها وشهرتها وقد ايه هي مهمه. قناة السويس دي بتتحكم، عشان الناس تبقى مستوعبه قناة السويس قد ايه مهمه، بتتحكم في ان البضائع توصل لمليار و300 مليون انسان على هذا الكوكب. قناه ممر ملاحي بيمر منه بضائع وسفن وحاويات بتغذي وبتلبي احتياجات مليار و300 مليون انسان. وكمان انه تبقى المنطقه الصناعيه الروسيه في قلب القاره الافريقيه علشان الاستثمار والتصنيع وكل الكلام ده. طب خلونا نرجع نكمل مناقشتنا في الملف ده مع معالي السفير دكتور عزت سعد رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجيه، ومع ضيوفنا في الاستوديو استاذ محمد نجم المحلل السياسي ودكتور اشرف سنجر استاذ علاقات الدوليه. بعد الفاصل في الحياه اليوم نتكلم عن افاق الاستثمار في القاره الافريقيه من الجانب الروسي وكل الدول الراغبه لده وفقا لاولوياتنا وفقا لرؤيه الدوله المصريه المتمثله طبعا في رئاستها الاتحاد الافريقي. بعد الفاصل.
كنا بنتابع في عدد من النقاط اللي بتلخص طبيعة العلاقات ما بين مصر وروسيا في الملف الاقتصادي، وده محور نقاشنا مع ضيوفنا عن قمة سوتشي وأفاق التعاون ما بين مصر وروسيا وما بين روسيا والاتحاد الإفريقي وبوابة الاستثمار في إفريقيا تكون من خلال مصر. ده بيكون نتكلم فيه مع ضيوفنا، وبجدد التحية والترحيب بيهم معالي السفير دكتور عزت سعد مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية. برحب بحضرتك معنا مرة تانية معالي السفير، وأستاذ محمد نجم المحلل الاقتصادي، ودكتور أشرف سنجر أستاذ علاقات الدولية عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. برحب بحضراتكم معنا مرة تانية. وسؤالي لمعالي السفير، معالي السفير، في الجزء اللي فات حضرتك كلمتنا عن الشق الاقتصادي فيما يتعلق بقى بالتعاون أو التنسيق في المواقف السياسية ما بين البلدين. هل نقدر نقول أن الدبلوماسية الرئاسية أصبحت هي المفتاح اللي بيحدد أو اللي بناء عليه بتتكون تحالفاتنا وعلاقتنا مع الدول، وبالحديث عن روسيا تحديدا وتواجدها في المنطقة العربية وهي حاضرة في كتير من الملفات والأزمات اللي بنشهدها وخاصة سوريا على سبيل المثال، شايف ازاي او بتقيم التنسيق ما بين مصر وروسيا سياسيا وانعكاس ده على حل أزمات المنطقة يا فندم؟ لا، هو طبعا التنسيق المصري الروسي قائم، وزي ما حضرتك تفضلتي على المستوى الرئاسي على أعلى مستوى، وهذا يصدق أيضا فيما يتعلق بروسيا إفريقيا. أنا بس حابب قبل ما نخش في الإجابة على اللي حضرتك تفضلت بيه، تفضل، يعني يجب أن احنا نضع في الاعتبار أنه أحد الأسباب الرئيسية وراء تحرك روسيا تجاه القارة الإفريقية هو العقوبات الغربية، الجزاءات الغربية المفروضة على روسيا منذ 2014. تمام يا فندم. لأنه كما نعلم جميعا هي روسيا محاصرة بسياسة العقوبات والجزاءات الغربية، وهذا ما دفعها لمزيد من التقارب والعلاقات الوثيقة مع الصين ومع الهند ومع إيران ومصر ودول أخرى كثيرة، والآن جاء دور القارة الإفريقية. ده جزء. النقطة الثانية المهمة إن إفريقيا لم تكن في أي وقت من الأوقات مصدر للمواد الأولية لروسيا أو الاتحاد السوفيتي السابق، لأنه ما هو موجود في إفريقيا كمواد أولية خامات موجود أيضا في روسيا وبكميات وفيرة في الجزء الأسيوي من روسيا، منطقة الأورال وغيره. تمام. فالتنافس، يعني أنا مش عايز أستخدم مصطلح تنافس بين روسيا والشركاء الموجودين بالفعل في إفريقيا، لأن لا أعتقد أنه لدى روسيا إمكانيات للتنافس مع هذه القوى الكبرى، حتى بالنسبة للهند أو أي دولة أخرى أوريدي في القارة بقالها عقود. روسيا عندها يعني زي ما بيقولوا كده شورت ليست، يمكن انعكست فيما ذكره وكيل وزير التجارة والصناعة الروسي في أول يوم للقمة، وهو بالمناسبة هو رئيس الجانب الروسي في اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، في المجالات اللي أنا أشرت إليها اللي روسيا مستعدة تتعاون فيها مع الجانب الإفريقي. والبيان الختامي نظرة إليه يعني بيعكس بشكل واضح أن احنا بصدد دولة واقعية جدا لديها سياسة خارجية براغماتية، بيحاول يشتغل بما هو متاح لديه من أوراق وبما لديه من إمكانيات. نعم. بيركز على المجالات اللي هو شاطر فيها زي الطاقة، زي صادرات الأسلحة، زي الصناعات الدوائية وقطاع الصحة والتدريب في بعض المجالات. لكن على أي حال هنرجع للشق السياسي. زي ما حضرتك عارفة، هو القمة أسفرت فيما يخص التعاون السياسي عن حاجتين أساسيتين. الحاجة الأولى أن اتفق على إجراء مشاورات سياسية منتظمة
فيما بين وزراء خارجية روسيا والترويكا الإفريقية اللي هو الرئاسة الحالية والرئاسة السابقة والرئاسة المستقبلية، فيما بين دورات انعقاد القمة اللي زي ما حضرتك قلتي اتفق على أن تعقد كل 3 سنوات. نعم. اتفق أيضا على أن تجري مشاورات منتظمة فيما بين البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تمام، والبعثات الإفريقية الدائمة في 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 الأمم المتحدة، وهناك ده يعكس الاستمرارية ودورية اللقاءات وإن احنا نبني على ما تحقق من نتائج علشان ما يتوقفش الأمر عند فعاليات القمة وتوصياتها وفقط، لكن المتابعة طبعا بالتأكيد شيء ضروري لضمان الفعالية. أنا بشكرك شكرا جزيلا معالي السفير، شكرا على وجودك ووقتك يا فندم معالي السفير دكتور عزت سعد مدير رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية وسفيرنا سابقا في موسكو، شكرا جزيلا لحضرتك. أرجع هنا لضيوفي في الاستوديو وسؤالي للدكتور أشرف، يعني هل بقى احنا عملنا الواجب اللي علينا؟ يعني الرئيس اتكلم اكتر من مره في موضوع البنيه التحتيه، عملنا اتفاقات التجاره الحره القاريه، في بعض الدول لسه ما وقعتش، يعني المناخ العام للاستثمار، الفرص اللي احنا ممكن نقدمها للمستثمر الاجنبي. انا من وجهه نظري الرئيس عبد الفتاح السيسي في شغله في داخل مصر او مع الاتحاد الافريقي او قاره افريقيا بيجهز المطبخ وبيجهز البيت الافريقي والبيت المصري. يعني انا ممكن اقول مع المعلومات الاحصائيه اللي قدامي دلوقتي وتكون مفاجاه لبعض المستمعين او المشاهدين، مصر من 92 الى الان مستثمره في افريقيا ب 35 في اثيوبيا 35 مليار دولار، وزاد حتى كمان بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي. بمعنى ايه؟ ان احنا مشاكلنا في افريقيا هنقدر نحلها قبل ما يجي لي الصيني او الروسي او الامريكي، مع احترامي لهم كقوى كبرى ولهم رغبات كبيره في موارد افريقيا، ولكن رؤيه مصر على تاجر القاره الافريقيه لا تنظر الى شركائها الافريقيين باي درجه من درجات التعالي، ولكن من حب ورغبه في البناء مع بعض. يعني اكثر من ان الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ رئيس وزراء اثيوبيا بحصول على جائزه نوبل للسلام. يعني بنقدر نقول ان احنا لو رتبنا بيتنا من جوه هنقدر ان احنا نبني ونعمل تجاره بينيه اقوى ونقوي افريقيا بشكل اكبر. الذكاء هنا وده اللي انا بشوفه برضه في رؤيه الرئيس، ان هو بيطلع في المؤتمرات الدوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء مع الجانب الروسي، يعني روسيا قالت 55 زائد 1 اللي هو 55 قاره افريقيه زائد 1. بس احنا قبل ما نروح روسيا في 55 زائد 1 احنا عملنا شغل كتير. تمام. بعض الناس يمكن مش واخده بالها منه. زي ما حضرتك اشرتي لان ازمه السيول بتحصل في كل دول العالم بما فيهم امريكا. يعني انا عايش او جاي من امريكا في عندنا سيول بتحصل في كل وقت وميه كتير. دي دولة كبيرة. وعربيات برضه. وعربيات بتغرق ويلحق وهات. فاذا يعني احنا رغبتنا الداخلية ان احنا نبدا نشتغل على الداخل هو ده النجاح الحقيقي اللي انا ببص على انه نجاح في السياسة الخارجية المصرية اللي حققتها. لما رحنا روسيا الرئيس عبد الفتاح السيسي هو قدم مشروعات اوريدي جهزت من الجانب المصري ومن جانب الاتحاد الافريقي. احنا عندنا عايزين مشروعات في الطاقة تعالوا اشتغلوا معانا فيها، مشروعات في المياه تعالوا اشتغلوا معانا فيها. جاهزين بأولوياتنا. جاهزين. انا طالب ان انت كجانب روسي انت عندك تكنولوجيا عالي جدا بتقدمه لي مثلا في التعليم عندك. انت عندك 15,000 طالب افريقي بيدرس في روسيا الان. بتديني تنوع انا لما ده اللي بقول عليه بقى الميزه التنافسيه لكل دوله عرض عليا الاستثمار في افريقيا اشوف انا احتياجاتي منها انا بشوف انا احتياجاتي منها ايه لان ده هو اللي بيقدر يبني لي قارتي انا. الفتره اللي كانت قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل الزعماء الافريقيين كانت فيها فتره فيها نظره انانيه في التعامل مع الجانب العالمي والجانب الاوروبي او الصيني. الصين بتتصرف بطريقه مختلفه عن روسيا. انا برضو بحب اتكلم عن بعض الجوانب في التعامل مع الشركاء الدوليين زي ما اشار السفير طبعا معالي السفير دكتور عزت سعد. عزت سعد وهو طبعا مدير المركز المصري الخارجيه ابو اشرف ان انا عضو فيه ونستفيد من حضرته كتير. الروس عندهم ميزه كويسه ما بيجيش حط شروط والصينيين ما بيحطوش شروط، امريكا بتضع شروط، لذلك الأفارقة بيميلوا للصيني وبيميلوا للروسي أكتر دلوقتي. طيب فسريعا في جملة أخيرة
اول حاجه نتحرك فيها اتجاه افريقيا كمصر. زي ما حضرتك اشرتي انا بدور على ايه الحاجات اللي فيها ميزه اقدر اشتغل عليها، والحاجات اللي انا مش هقدر اشتغل عليها يبقى بلاش اخش فيها، مش حابب اتنفس فيها. تمام. انا عايز بعمل ايه؟ الرئيس بيتكلم النهارده في حاجتين، ان انا عايز اطور التعليم بتاعي عشان يقدر التعليم بتاعي يقدر يوصل ان هو يكون موجود هناك، وده كان قوه مصر في ستينات القرن الماضي. ما هو التنميه البشريه. التنميه البشريه. ده مصر اللي هتقدر تقدمه بالتكنولوجيا. وانا برضو كشعب طيبين، يعني بمعنى ايه؟ مش انانيين، انا عايزك انت برضو تكسب وانا اكسب، مش عايز ابقى اناني. لازم تكون مصلحه متبادله ومشتركه، يعني ما فيش طرف هيمن على الطرف الاخر. على الطرف لا الأخر. طبعا مفهوم. طيب معلش انا بعتذر عشان خاطر الوقت، فبرضو السؤال الاخير يا استاذ محمد، ايه اللي احنا محتاجينه في خطوات تمهيد الارض، المناخ العام؟ كان دكتور اشرف بيتكلم على اتفاقيه التجاره الحره، وكان في كمان كلام عن مؤسسه التمويل الدوليه والقطاع الخاص. صحيح. وان يكون في تسهيلات ومحفزات تمويل محتاجين. محتاجين الفتره القادمه انه مصر كرئيس للاتحاد الافريقي، ولسه معانا وقت كمان في 2019، ان احنا نشتغل على مبادره مصريه. ضروري ان احنا نشتغل على مبادره مصريه توجه الى منظمات التمويل العالميه على راسها البنك الدولي، ومش بس البنك الدولي، صندوق النقد الدولي. بس الرئيس اتكلم في ده قبل كده، محتاجين نخاطب هذه المؤسسات. بالظبط طبعا، انه يبقى في خصوصيه للدول الافريقيه، ان الشروط تكون ميسره نظرا لل بالظبط كده. محتاجين ان احنا نشكل بقى لو قوه ضغط جماعات. انا كنت هقول لفظ جماعات ضغط، ان هو يبقى في جماعات ضغط افريقيه بتقودها مصر كرئيس للاتحاد الافريقي مع كل الشركاء الدوليين، ان احنا لو فعلا عايزين نوقف الهجره غير الشرعيه، لو عايزين نوقف الفساد ونوقف البطاله والارهاب اللي بيحصل في بعض الدول الافريقيه وكل الجرائم اللي بتحصل دي، ولو احنا مش راضيين عن هذه الحاله الافريقيه، محتاجين ان احنا نسهل التمويل، لان التمويل هيفتح لنا باب الاستثمار، الاستثمار هيفتح لنا باب فرص العمل، وان الناس تلاقي وظيفة، الناس تلاقي فرص عمل، تلاقي مصدر رزق، مصدر دخل. هو ده لو احنا عايزين فعلا نفيد القارة الأفريقية. لكن القارة الأفريقية محتاجة الفترة القادمة انها فعلا مصر تقود ضغوط كبيرة جدا وتشكل قوة ومنصات للضغط على المجتمع الدولي لتغيير المفاهيم وتغيير كل الأطروحات اللي بتقال عن التمويل في أفريقيا وشروط التمويل وشروط أسعار الفائدة وغيرها من التصنيف الائتماني وغيره. شكرا جزيلا أستاذ محمد نجم المحلل الاقتصادي، والشكر طبعا للدكتور أشرف سنجر أستاذ العلاقات الدولية عضو مجلس مصر للشؤون الخارجية، واشكر مره ثانيه معالي السفير دكتور عزت سعد رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجيه، شكرا على وجودكم معانا، وبشكر حضراتكم، وبكره يوم جديد في الحياه. اليوم اشوفكم على كل خير باذن الله تعالى.